الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ما جاء أي في النصوص والأدلة من التغليظ والوعيد الشديد في الكهان ونحوهم، أي من المنجمين والعرافين والرمالين ونحو ذلك من الأمور التي هي نوع من الكهانة، التكهن، ادعاء معرفة الأمور المستقبلة والأمور المغيبة. قال: ما باب ما جاء في الكهان ونحوهم. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى بعد أن عقد ترجمة في السحر، ثم ترجمة في أنواع السحر، فأتبع ذلك بما يتعلق بحكم الكهانة لما فيها من المشابهة بالسحر، لما فيها من المشابهة بالسحر، وذلك أن الكاهن يدعي معرفة الأسرار، معرفة ما في الضمير، معرفة ما في المستقبل، والكهانة يعني أشكال وصور، ولهذا يأتي يدخل فيها التنجيم، فهو ضرب من الكهانة، الرمالين والطرق بالحصى، وقراءة ما يسمى الكف أو قراءة الفنجال، أو كل هذه يعني صور لشيء واحد وهو الكهانة والتكهن. ولهذا يعني يقرر أهل العلم أن الكهانة لفظ عام، الكهانة لفظ عام يطلق على العراف، يطلق على الذي المنجم، على الرمال، على كل من يدعي معرفة الغيب. والكهان بكل أشكالهم، الكهان بكل أشكالهم وجميع طرقهم، يجب على كل مسلم أن يكفر بهم وأن لا يصدق وأن لا يأتيهم مهما كان الأمر، لا يأتيهم ولا يسألهم ولا يقصدهم، لأن جاء في السنة وعيد شديد جدا لمن يأتي الكهان. وإذا كان من يأتيهم جاء في شأنه هذا الوعيد، فكيف بالكاهن نفسه، فكيف بالكاهن نفسه. ولهذا المصنف تحت هذه الترجمة أورد أحاديث كلها في إتيان الكهان والتحذير من إتيانهم،
وإذا كان قد جاء هذا الوعيد الشديد في من يأتي الكاهن فكيف إذن بالكاهن نفسه؟ قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام جاء تسميتها في بعض الروايات حفصة رضي الله عنها بنت عمر رضي الله عنه. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عرافا، العراف كاهن يدعي معرفة الأمور، يدعي معرفة المسروق، معرفة الضالة، معرفة الشيء الغائب، يدعي ذلك. فمن أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحديث في صحيح مسلم، ولكن ليس في صحيح مسلم فصدقه بما يقول، لفظه في مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. فظاهر الحديث وهو بدون هذه الزيادة، ظاهر الحديث أن من أتى كاهنا مجرد إتيان، من أتى كاهنا مجرد إتيان سواء صدقه أو شك في خبره، يعني مثل أن يقول: أنا أذهب للكاهن وأشوف، أنظر، قد يكون وقد لا يكون، هذا معنى شك في خبره، أو ذهبه جازم بصدق الكاهن في معرفة الله. فعلى كل الإتيان نفسه، الوعيد رتب على ماذا؟ على الإتيان نفسه، سواء صدق أو لم يصدق، سواء صدق أو حتى شك في خبره، مثل ما ذكرت، يعني يذهب يقول وأجرب، قد يصدق وقد لا يصدق. ففي هذا الوعيد لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما. لم تقبل له صلاة أي لا ثواب له فيها، ليس معنى أنها لا تجزئ، 40 يوم يصليها، يلزمه أن يصليها وتسقط عنها الفرض الواجب، يسقط عنها الواجب، لكن ليس له ثواب عليها، ليس له ثواب عليها، لأنها صلاة اقترنت بماذا؟ بمعصية عظيمة جدا، اقترنت بمعصية عظيمة بموبقة، فهي مجزئة بسقوط الفرض إذا استوفى الشروط والأركان والواجبات، لا تلزمه الإعادة، لكنه لا يثاب عليها، غير مقبولة، لا يثاب عليها، ليس له فيها أجر. ففي الحديث النهي عن اتيان الكهان، وان اتيهم من ياتيهم لا تقبل له صلاه، وسياتي في الحديث الذي بعده ان من ياتيهم ويصدقهم، يضيف الى الاتيان التصديق، فقد كفر بما انزل على محمد، هذا اذا صدق، اما اذا ذهب وليس جازم بصدقهم، يقول اجرب تخطي أو تصيب مثلا، هذا لا تقبل له صلاة 40 يوم، يصلي 40 يوم لا تقبل له صلاة. إذا كان هذا في حال من يأتي الكاهن ويسأله لا تقبل له صلاة، والحديث الذي بعد قد كفر بما أنزل على محمد، فكيف إذن الحكم في الكاهن نفسه؟ لا شك أنه أشر وأسوأ وأعظم وأخطر. قال: وعن أبي هريرة. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. قال: وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو الوحي، الكتاب والسنة. فالمعنى أن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فهو كافر بالوحي المنزل، كافر بالقرآن والسنة، لأن القرآن وكذا السنة فيهما أن علم الغيب مختص به رب العالمين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه الآية استدل بها جمع من أهل العلم على كفر من يدعي الغيب، لأن هذا من خصائص الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا مختص به. جماعة من أهل العلم استدل بها على كفر من يدعي علم الغيب. فدلت الآية على كفر، أو دل الحديث على كفر الكاهن، لأن من يأتيه ويصدقه يكفر، فكيف إذن بالماتي من يؤتى الذي هو الكاهن؟ ففي الحديث أن الكاهن بريء مما أنزل على محمد، كفر بما أنزل على محمد، وفيه أيضا أن من يأتيه كذلك، وفيه أن من يأتي الكاهن كذلك. قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الذي يأتي الكاهن ويصدقه لم يحقق الكفر بالطاغوت. مرت معنا الآية: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر. ثم مر معنا في الباب الذي بعده: إن ماذا؟ إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، والجبت السحر. فإذا الذي لا يكفر بالكاهن، لا يكذب الكاهن ويصدق الكاهن، يكون كفر بالمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يحقق الكفر بالطاغوت، بل هو مؤمن به. والله يقول: فمن يؤمن بالله، فقال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. نعم. قال رحمه الله: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. نعم. قال: وللأربعة والحاكم، وقال صحيح. اقرأ. قالوا: للأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. نعم، هذا الحديث مثل الذي قبله، لكنه ذكر العراف والكاهن. من أتى عرافا أو كاهنا، وسيأتي في المسائل الفرق بين الكاهن والعراف. قال: من أتى كاهنا أو عرافا. سيأتي في المسائل قال ذكر الفرق بين الكاهن والعراف، والسبب المسألة التي أوردها هذا الحديث،
يعني ذكر الكاهن والعراف، من أتى كاهنا أو عرافا. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات، يدعي معرفة المغيبات التي في المستقبل، والعراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها، يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها. وقيل إنهما بمعنى واحد، وقيل إنهما بمعنى واحد. وهل الكفر هنا ناقل من الملة أو هو دون الكفر الأكبر؟ إذا كان يصدقه كأنه يعلم الغيب، والله عز وجل قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهذا كفر أكبر. وإن كان لا يصدقه فهو كفر دون كفر، ومن عظائم الذنوب وكبائر الموبقات. نعم. قال رحمه الله: وعن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من تطير إلى آخره. هذه الصيغة ليس منا لا تأتي إلا في الكبائر، ووجودها في الحديث يدل على أن الأمر الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا أنه من الكبائر، ففيها وعيد شديد، ويدل على أن هذه الأمور المذكورات من كبائر الذنوب ومن الموبقات. ومعنى قوله تطير أو تطير له، تطير أي باشر فعل التطير هو بنفسه، باشر فعل التطير هو بنفسه. وتطير له أي قبل قول من تطير له، قبل قول من تطير له، يعني لم يتطير هو بنفسه لكن آخر تطير له وقال: أنصحك ألا تسافر اليوم، أو لا تدخل في هذه التجارة لأني يعني متشائم لك وفيها وأرى أن فيها شؤم لك، أو بنى على عمل الطيرة التي يقوم بها الجاهلية من زجر طير أو نحو ذلك، وتوصل إلى أنه يمنع صاحبه أو ينهى صاحبه عن يدخل فيها في هذا العمل. هذه قال تطير له، والأول تطير بنفسه، فعل الطيرة هو بنفسه. قال ليس منا من تطير أو تطير لهم، أو تكهن أو تكهن له. تكهن أي باشر الكهانة هو بنفسه، أو تكهن له أي ذهب إلى من يتكهن له، أو سحر أو سحر له يعني باشر بنفسه أو ذهب إلى من يفعل له ذلك. وهذا يدل على أن جميع هذه الأمور من عظائم الأمور الموبقات المهلكات. قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي كفر بالقرآن والسنة. نعم. قال رحمه الله: قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. هذا نقل عن البغوي، البغوي المفسر رحمه الله صاحب كتاب معالم التنزيل، يقول في الفرق بين العراف والكاهن. الشيخ نبه في المسائل كما سيأتي على معرفة الفرق بين العراف والكاهن، ونقل هذه النقول.
قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق، بمقدمات يستدل بها على المسروق، يعني لما يأتي شخص فقد ضالة أو سرق له شيء يسأله أسئلة من خلالها يتكهن له عن مكان الضالة أو مكان اللام، يسأله أسئلة، وغالب أسئلته لا علاقة لها، يعني لا علاقة لها بأصل الموضوع، يعني لا يسأله عن هل تشك في أحد، هل مشتبه في أحد، هل وجدت أثر شيء سقط منه، علامة نأخذ، هذه مسألة أخرى، لكن يسأله مثلا أسئلة ما لها علاقة، يعني عن اسم والدته مثلا، أو يسأل عن أشياء من هذا القبيل، ومن خلالها يدعي المعرفة بالأمور المستقبلة. العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، يعني بمعنى واحد، وقيل الكاهن الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، يعني العراف الذي يخبر عما في الضمير. فيعني حاصل الكلام لأهل العلم أن منهم من يرى أن العراف والكاهن شيء واحد، كلها في معنى واحد الذي هو ادعاء معرفة الأمور. ومنهم من يفرق مثل ما ذكر البغوي، فيجعل العراف من يدعي معرفة الأمور بالمقدمات يستدل بها، والكاهن الذي يخبر عن المغيبات أو يدعي معرفة المغيبات في المستقبل. نعم. قال رحمه الله: وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال أبو العباس أي ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. العراف يعني من يدعي معرفة الأمور، إن كان ادعاء لمعرفة الأمور بالنظر للنجوم فهذا منجم، إن كان بالخط في الأرض أو بالطرق في الحصى فهذا رمال، وإن كان بالكهانة والاستعانة بالشياطين فهذا كاهن. فإذا العراف هذا اسم عام يجمع هؤلاء كلهم، يجمع العراف ويجمع الكاهن والمنجم والرمال وجميع الصور الأخرى التي فيها ادعاء معرفة علم الغيب أو كشف المغيبات أو نحو ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ثم ختم بهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في قوم يكتبون أبا جاد. يكتبون أبا جاد، هي أبا جاد هي حروف الهجاء، حروف الهجاء مقطعة مرتبة: أبجد، هوز، حطي، كلم، إلى آخره، هذه يقال لها حروف أبا جاد، ويستعملونها العرب استعمالات، منها في الحسابات، كل حرف له رقم في الحساب، يعني يرمز إلى رقم، وهذا استعمال لا بأس به، استعمال لا بأس به، فالاستعمال لها فيما لا محذور فيه لا بأس به. لكن ابن عباس يتكلم عن أناس يستعملون أبا جاد، يعني حروف الهجاء المقطعة، يستعملونها للكهانة، يستعملونها للكهانة للتكهن، فمنهم من يستعمل الحروف ومنهم من يستعمل النظر في النجوم، ولهذا جمع بينهم، قال: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، يكتبون أبا جاد وينظرون في
النجوم كتابة، يعني يقصدون بها معرفة المغيبات أو معرفة المستقبل من خلال تركيب الحروف حروف أبجد، أو من خلال أن النظر في النجوم فيزعمون أنهم بهذا يعرفون الغيب. يقول ابن عباس: ما أرى أو ما أرى ضبطت بفتح الهمزة وبضمها، ما أرى أي لا أعلم، وما أرى أي ما أظن. من فعل ذلك إلا من فعل ذلك له عند الله من خلق، يعني لا نصيب له عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. القرآن فيه آيات كثيرة جدا فيها أن الغيب مختص به رب العالمين، ونبينا عليه الصلاة والسلام في آيات كثيرة أمره الله عز وجل أن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب، وأن يقول: ولا أعلم الغيب، وهو من هو عليه الصلاة والسلام في مكانته، فكيف بمن دونه. فالقرآن فيه آيات كثيرة أن الغيب مختص به رب العالمين، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، هذا مختص بالله رب العالمين. فالذي يصدق الكاهن فيما يدعيه بمعرفة من معرفة الغيب هو كافر بالقرآن، لأن القرآن نص على أن علم الغيب خاص بمن؟ خاص برب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: الثانية التصريح بأنه كفر. التصريح بأنه كفر في أكثر من حديث مر معنا: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: الثالثة ذكر من تكهن له، يعني وإن لم يتكهن بنفسه تكهن له، وقبل قول من تكهن له يشمله الوعيد. قال رحمه الله: الرابعة ذكر من تطير له، نعم، وهذا مثل الذي قبله. نعم. قال رحمه الله: الخامسة ذكر من سحر له، نعم، هذا أيضا مثل الذي قبله، قبل قول الساحر وإن لم يباشر بنفسه السحر. نعم. قال رحمه الله: السادسة تعلم أبا جاد. تعلم أبا جاد يعني من أجل التكهن وادعاء معرفة الغيب، هذا المقصود في أثر ابن عباس، لكن تعلم أبا جاد لتهجي الحروف أو لحساب الجمل أو نحو ذلك هذا لا 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 حرج فيه. قال رحمه الله: السابعة الفرق بين الكاهن والعراف. تقدم معنا في كلام البغوي وكلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما يعرف به ذلك، ومن أهل العلم من يجعلهما شيئا واحدا، ومنهم من يجعل العراف في من يدعي معرفة الأمور بمقدمات، والكاهن من يدعي معرفة الغيب المستقبل، وقيل هما بمعنى أو بشيء بمعنى واحد. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين.
اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيراً.